أناب اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، أناب وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد حمدان لحضور حفل افتتاح أعمال النسخة 19 من الملتقى العلمي لذوي العزيمة تحت شعار رياضة ذوي العزيمة تحد وطموح. بهذه المناسبة قال اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين تعد نموذجا حضاريا في رعاية ودعم ذوي العزيمة من خلال الخطوات الرائدة والتي اتخذتها في سبيل تهيئة الحياة الكريمة لهذه الفئة والسعي الحثيث لدمجها في المجتمع لتصبح قادرة على بناء وتنمية الوطن. وأضاف سموه إن البحرين في العهد الزاهر لسيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد شهدت قفزات نوعية لا سيما على صعيد ذوي العزيمة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والرياضة، والتي لا تزال انعكاساتها إيجابية واضحة في تطوير مهارات وإمكانات هذه الفئة. فالنهج الراسخ لجلالة الملك المفدى أيده الله منح هذه الفئة الاهتمام والرعاية ودفعها نحو الاندماج المجتمعي والمشاركة في العملية التنموية. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن شعار النسخة 19 من هذا الملتقى يؤكد بشكل واضح ما تطلع به الرياضة من دور كبير في المجتمع وبخاصة على حياة ذوي العزيمة. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين قد امتازت بتجربتها بإشراك ذوي العزيمة في المجال الرياضي من خلال البرامج والفعاليات والمسابقات، والتي منحت الفرصة لاكتشاف العديد من العناصر المميزة والتي مثلت البحرين خير تمثيل في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية القارية والدولية من خلال ما حققته من نتائج وإنجازات مشرفة عززت من الحضور البحريني القوي على صعيد رياضة ذوي العزيمة العالمية. وعبر سموه عن الفخر بذوي العزيمة والثقة في قدراتهم وما يمتلكونه من طاقات وإبداعات للاستمرار في العطاء والتميز في جميع المجالات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مزيد من النجاحات. من جانبه قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد حمدان إن مملكة البحرين سباقة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي العزيمة وضمان توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم والحرص على أن يتمتعوا بمساواة حقيقية في المجتمع، مشيدا في هذا الخصوص بالرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لإطلاق طاقات الفئة العزيزة وتشجيعها على الاندماج في المجتمع ومواصلة عطائهم وإبداعاتهم وتمكينهم من المشاركة في تنمية الوطن ونمائه. لكل من لازمته الإعاقة واصبح أمامه تحد لا للخنوع والاستسلام، ولكل من وقف أمام الحياة مؤمنا بأن أبواب النجاح لا تغلق أمام كل عزم وطموح وإرادة. الملتقى العلمي لذوي العزيمة 19 من أهم المبادرات التي ذللت الصعاب وقدمت الجهود لتحقيق التطور والنجاح لذوي العزيمة وأسرهم في جميع المجالات وخاصة المحافل الرياضية. هاي ملتقى يعني يتجول كل سنة يكون في دولة وكل سنة يكون لموضوع، وهذه السنة وهي تعتبر الرابع مرة نعمل هذا الملتقى على أرض البحرين. إيماننا بأن رياضة المعاقين أحدى أهم يعني الأنشطة اللي ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسونها، ويعني تضع ضوء على حياتهم وحياة عائلاتهم. الملتقى يعبر عن تلاحم وتعاون خليجي مميز جدا في مجال تأهيل ودعم ذوي العزيمة. لدينا جهود وطنية في كل دولة تتطور بسرعة، ولكن العمل الخليجي المشترك سوف يخلق مزيد من التقدم والتطور سواء لرياضة المعاقين أو التأكيد على برامج التأهيل والتوعية والمشاركة والاندماج في المجتمع. الملتقى والعالم يشهدان اهتماما كبيرا وواسعا برياضة ذوي العزيمة والبروز الكبير للمواهب الرياضية الخليجية في العديد من الرياضات، الأمر الذي سيجد الاهتمام ضمن الأوراق العلمية المقدمة للملتقى والتي تبلغ 30 ورقة عمل تتطرق إلى كافة الموضوعات الخاصة برياضة ذوي العزيمة والتي تهم المختصين في رياضة المعوقين والتربويين. سعيدة جدا اليوم تواجدي في ملتقى الإعاقة الخليجي، جاي ندعم الوفد الكويتي
صراحة الجهود متضافرة على مستوى الخليج العربي، كل الدول مشاركة، بالعكس هذا سعادة جدا بعيون أبنائنا ذوي الإعاقة، ومتعنين صراحة عشانهم يستاهلون كل خير وندعمهم باللي نقدر عليه، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أبي أتطور من أولياء الأمور، ما يصير يعني تخلون عيالكم بالبيت، أبين طلعونهم يعني أنا إذا شفت أي واحد من أشخاص الهمم والله كلبي يسرح قلب استانس افرح، وهذا مستانس انا اشوفهم. انا اليوم شفت كل الاعاقات بالبحرين والله وايد استانست. ولطالما وضع الملتقى اهدافا وجهودا كانت ابرزها المساهمه في دمج فئه ذوي العزيمه في المجتمع من خلال توفير كافه السبل الكفيله لابراز قدراتهم ومهاراتهم، الامر الذي سيسهم بشكل كبير في العمليه التنمويه كون هذه الفئه ركيزه اساسيه ومؤشرا حقيقيا لتطور المجتمعات. خطوات ممنهجة حاكت طريقا من الطموح والتحدي في المجال الرياضي ليكون الملتقى العلمي لذوي العزيمة منصة لتبادل الخبرات وتطوير المؤسسات والجمعيات لذوي العزيمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.